ايضا ينضم لنا عبر الهاتف من القنيطره مراسل اخبار الان محمد الحوراني. محمد، ما تداعيات ما جرى، ما حدث اليوم، مجزره سويداء، تداعيات كل هذا على الداخل في درعا، ماذا يقول المدنيون السكان هناك؟ نعم خديجه، هذا الامر الذي حصل في محافظه السويداء هو الاول من الحادثه من اولها منذ بدايه الاحداث في سوريا، بعد ان تم حصر تنظيم داعش في شرق السويداء في الباديه السوريه. انعكس هذا الامر سلبا على عمليات التهجير في محافظه درعا ومحافظه القنيطره، حيث تم الغاء عدد من القافلات التي كانت ستنقل رافضي التسويه والعمليات المصالحه التي ترعاها روسيا في جنوب البلاد الى شمال سوريا، بالاضافه الى ان هناك توتر كبير في درعا بسبب وجود عدد كبير من اهالي محافظه درعا داخل محافظه السويداء، ربما تصبح هناك ردات فعل من داخل السويداء بالنسبه تجاه محافظه درعا بسبب عمليه التهجير، وان بسبب وجود اهالي كثير من المقاتلين واهالي المعارضين للنظام السوري موجودين داخل محافظه السويداء. الجدير بالذكر هنا ان تنظيم داعش ما زال يتمركز في منطقه حوض اليرموك في محافظه درعا. رومانيا العمليه التي حصلت في محافظه السويداء هي من باب الضغط العسكري الذي تقوم به قوات النظام وبعض فصائل الجيش. طيب نعود الى موضوع وقف او الغاء قوافل كانت تهجر المدنيين او لتهجير المدنيين، الى اي الى متى يعني سيتم توقيفها سير القافلات؟ هل هناك وقت محدد؟ هل هناك معلومات بهذا الصدد؟ كان مقررا تهجير ما يقارب 1200 شخص من مدينه جاسم، تم الغاء هذه الحافلات. هناك تم الغاء ايضا ما يعادل نفس الرقم في مدينه نوى ذات الغالبيه المعارضه لنظام الاسد. ربما هناك حسب الورد التفاوضي الموجود مع الجانب الروسي قد يتوصل الى حل في الايام القادمه، تم الغاء ربما لسبعه ايام او لخمسه ايام حتى يتم تسويه الاوضاع على الطريق. الجدير بالذكر هنا خديجه ان احد القوافل قد تعرضت لتوقيف من قبل بعض المسلحين في وهي في طريقها الى الشمال. الجانب الروسي يود ان لا يصبح هناك ردات انتقاميه، ان لا يصبح هناك ردات فعل غير محسوبه من قبل المؤيدين للنظام السوري. الجدير بالذكر ان اغلب المغادرين من جنوب سوريا هم من جماعه الفصائل المعتدله التي كانت تودع في الجبهه الجنوبيه، وهم من النشطاء والمدنيين الذين يرفضون التسويه. ربما في الايام القادمه خلال سبعه ايام سيتم نقل ما تبقى من الرافضين للتسويه الى شمال سوريا عبر الحافلات التي زرعها الشرطة العسكرية الروسية والهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر السوري. هنا أيضا يجب التنويه أن هناك أكثر من 75 ناشط وصحفي ما زالوا محاصرين في درعا وفي محافظة القنيطرة، وهم مجهولين المصير إذ لم تتم عملية الإجلاء بشكل سريع. الوفد التفاوضي تحدث اليوم إلى السيد أبو بكر الحسن الذي يفاوض في منطقة الجيدور أن هذه العملية سيتم تجاوزها وسيتم نقل ما تبقى من رافضي التسوية إلى شمال سوريا بعد التوصل إلى حل مع الجانب الروسي. شكرا لك على هذه المداخلة محمد الحوراني مراسل أخبار الآن، كنت معنا عبر الهاتف من القنيطرة.